اوكي يا طال، اليوم عندي مك بانك سريع، ما ادري شنو. اوكي خلينا نشوف شنو هنا عندنا. شوفوا جبت لكم اليوم الخناجر المحشيه. شوفوا لي هذا الهلال، خنجر شو يسمونه ما ادري. المهم محشيه، اظن كل وحده محشيه بشي، وحده لحم، وحده بالدجاج، وحده سي فود بحريه، اتصور سمك تونه او شيء من هالقبيل. وهنا توابل مالتنا، شوفوا شنو هذنا. اوكي هذنا، هنا هذا الكاري الاحمر همين، هذنا صراحه الريحه رهيبه. وهنا همين عندي كاتشب بخليلي ممتاز. وخلونا نبدي يا بطل، بما نبدي. تعي هاي بشنو انا رداك اول شيء. شوف يلا لا على التعيين. هو شنو هاي؟ شوفوا الحشوات. او جبنه، الجبنه يا حبيبتي يا حبيبتي، يا جبنه يا جبنه. والله هاي محشيه باللحم. شنو هالطعم؟ حشوتها رهيبة، جبنة. شنو ها؟ فشي تحفة صراحة هذنا. ويا الكتشب شوي، لا ما اريد اطيح، لا كمان يا جيدة. هاي بالتونة. شوفوا لها الجبنة مالتها رهيبة. رهيبة صراحة. شنو الطعم؟ بالتونة والجبنة. وهاي بالدجاج. شوفوا لي تشيكن، شوفوا لي تشيكن يا تشيكن. شنو انت؟ هنا هذا الاقواس.
نفتحها حتى نشوف شنو بداخلها. كمية الدجاج، أوه البياض عندكم فظيع بسبب الضوء. شوفوا ليه خلي عليها هذا صوص الكاري هالشكل. سندويش نسويها، أوه الكاري الأحمر. يلا تفضل. يعني ما كثرت الاكل لان المكبانجات جاي تصير طويله عندي. كولا باردة أو يا. والمفضلة عندي صراحة بالشاورما وباللحم، خليتها آخر شيء. خلوا هذا من واحد. صراحة سندويتشات رهيبة. محشيات بطريقة احترافية وداخلات بالفرن، والجبنة المستخدمة درجة أولى، تتبيلة رهيبة مالت الدجاج والمكونات.
احاول ان لا اصدر صوتا. اكسكيوز مي، ولكن الكولة قوية جدا. واو، شكرا على المشاهدة.